أساليب التشيع. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في أكتر من أساليب، وأنا كنت في قبل الفاصل كنت بحاول أوجه الكلام أكتر لإخواننا وأهلينا في الصعيد، لأن للأسف في مخطط كبير جدا لفصل الإقليم الجنوبي عن مصر بالتشيع. تمام. ودي ملعوب من زمان ومفكر، يعني في خطط موضوعه، واللي بيضع الخطط يعني بايدي صهيونيه بايدي يهوديه، لكن عشان هؤلاء بيمشوا عليها وبيطبقوها لضرب الوطن في لما عارفين ان مصر سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر. يمكن مصر الحمد هي لله. الدوله في المنطقه التي لها كيان ملموس. تمام. ازاي ما قدروش، او اليد الشيعيه ما نالتش هذا الوطن، ازاي ما اتدخلتش في هذه الارض؟ لذلك كل المحاولات كتير جدا بابشع الطرق، كل الطرق اللي تتخيليها، اذا كانت طرق معلنه او طرق خفيه في التدخل في شؤون مصر. احنا يعني انا هعطي امثله. تمام، اتفضل. ايران، وبقول ايران لان مركز التشيع او هي المسؤوله عن انتشار التشيع والمخططات دي كلها من اول الثوره الخمينيه، يعني مش عايز اسميها ثوره اسلاميه، كذبا وزورا سميت ثوره اسلاميه. أكيد. ما فيش في الاسلام حاجه اسمها ثوره اسلاميه او ثوره شيوعيه او ثوره كذا. لما جابوا الخميني من فرنسا ببعض المخططات بتاعته، لما اول ما وضع رجله في ايران، من بعدها ابدأي شوفي اللي حصل في الوطن العربي وخريطة الوطن العربي. هنشوف اللي حصل في اليمن بعد ما كانت اليمن سعيدة، شوفي حالها الآن. بعد ما كانت دمشق وسوريا من أجمل بلاد العالم، شوفي حالها الآن. فعلا. بعد ما كانت العراق من البلاد القوية ومن أقوى بلاد العرب مجاورة لمصر، شوفي حال العراق الآن. فلبنان كذلك، والطائفية في لبنان. فما فيش قدم او ما فيش وطن وضع فيه قدم تشيع ترفض الا وتحول الى خراب بحجه ولايه الفقيه. عندهم حاجه اسمها ولايه الفقيه، ان هذا الامام المرشد الذي يحكم العالم الشيعي هو هذا الحاكم الاول اللي انت واجب ان تطيعه، وطاعتك ليه طاعه واجبه لانه هو نائب الامام اللي هو الامام المخفي في السرداب. وعشان الامام مش موجود فقالوا خلاص احنا نحط منصب ولايه الفقيه ده، أو الولي الفقيه ده، يبقى هو مكان الإمام. تمام. أي حاجة برجع لي. حتى وضعوا رواية بعد كده بتقول إن الرد على المرجع كالرد على الإمام، والرد على الإمام كالرد على الرسول، والرد على الرسول كالرد على الله، وهو في حد الشرك. يعني من الآخر، أنت لو اعترضت على الراجل ده يبقى أنت مشرك. يبقى أنت مشرك. طيب، من الأساليب إن ممكن يخشوا الإخوان أهل الصعيد مثلا، خاصة الإخوان الصوفية اللي عندهم حب لآل البيت، كلنا بنحب آل البيت. انت شفت حصل ايه لآل البيت من الصحابة؟ انت ما تعرفش. طبعا هيخشوا بقى الأول احنا بنحب آل البيت، وشوية مديح عن آل البيت وكده عشان الصوفية يتمنوا لهم. تمام. وبعد كده بعد ما يطمنوا فترة، انت ما تعرفش ان آل البيت اتظلموا. اتظلموا ازاي؟ ايه؟ ويجيب له دليل، أدلة. بيدخلوا من ناحية العاطفة. بالعاطفة، وبيجيب له أدلة فعلا، بس أدلة ايه؟ من الأدلة المتهالكة بتاعتنا اللي هي في الكتب الضعيفة المترامية، الإسنادات الضعيفة. شوف أبو بكر دخل على أبو بكر وعمر دخلوا على السيدة فاطمة وكسروا ضلعها وضربوها. يرضيك اللي حصل لأهل البيت؟ اتخذت منهم حقوقهم، الأرض بتاع السيدة فاطمة اتخذت، مش عارف إيه، بدأوا يخشوا من هذه. طيب، في ناس ممكن لا تتشيع بالعاطفة، تتشيع بالمال. أموال طائلة تصرف من في هذا الاتجاه، شوفي كم قناة فضائية. تمام. بلاش العاطفة وبلاش المال. ممكن يخشوا من ناحية المتعة اللي اتكلم عنها الشيخ شلتوت، زواج المتعة. زواج المتعة. يرسلوا نساء إلى إخواننا الشباب مش لاقي زواج، فالدنيا متاحة، أنت ما بتعرفش إن في زواج متعة، أنت مش قادر تتجوز. طبعًا هم عندهم حلال. متاح. محللينه. يعني متاح جدًا تزوج متعة، ومش لازم تتزوج. وقف لشرع الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى عندنا الزواج الدائم يضمن حقوق المرأة. هؤلاء لا، انت عندك حلول اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصوم. السلام. اذا متصانع الباء من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب اللي مش مستطيع يا رسول الله عليك بالصوم. امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم لحد ما يسر له امور الزواج.